الألمان عند الله عز وجل، لكن تقطعون اللي يبغى له شقة يجينا الآن نسوي الأخطاب على طول على شقق المفروشة بشروطة، كل الشقق المفروشة جاهزة لإسكان الناس اللي فيها. الله يحييه، جينا الآن نسوي الأخطاب الآن مستعجل، ولازم قبل صلاة الفجر تتحركون من المكان نفسه، يا أما تحركوا الخنخير ولا تحركوا شرورة، كلا احنا ما نضغط عليكم، حافظوا على اولادكم وعلى اسركم، يعني انتم جالسين في خطر الان، يعني الوضع الان يعني حسب كلام حق الدفاع المدني لانهم الان يتابعون الحاله الان قربت على الساعات، يعني حسب كلامنا الصباح بتوصل الخرخير، اذا وصلت الخرخير بعدين ما عاد حد يقدر يسوي لكم شيء، اذا دخلت الحاله خلاص كلنا يلا يفرع بنفسه من الوضع اللي هو فيه. واحنا الان نبغاكم تساعدونا على انفسكم، يعني اللي يبغى شروره يجهز نفسه عائلته الان ويسوي الاخطاب يطلع على طول على شروره على الفنادق هذه. اللي يبغى الخرخير الان الخرخير جاهز، الاماكن المسجده للخرخير، بس ما في امان. الامان ما نضمن لكم اي شيء، امان في الموقع. الامان عند الله عز وجل، لكن اللي بنقولكم ساعدونا على انفسكم يعني بكل ما تبغونه. احنا والله ايش ما نبغى منكم الا سلامتكم وسلامه اولادكم. ما نبغى منكم شيء، يعني عملية الواحد إذا خلصت الأزمة وخلصت الأمور مكانك موجود وارجع وحقك مضمون، يعني لا يحس الواحد إنه خلاص لو طلع من الخرخير إنه خلاص كل شيء بيضيع عليه. يا أخي إحنا دولة عطاء، دولة هذا تعطي، ونفس كلامي لكم.